السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله هنقدم لكم غراتان تاع الكابويا، يجي بنين ويجي خفيف موسم الصيف. الكابويا اللي هادي كاين تختلف الاسم تاعها من منطقة لمنطقة، كاين اللي يقولها الكوسة، كاين اللي يقولها في الشرق الجزائري يعيطوا لها الجريوات، حنا نقولوا الكابويا هي الكورجيت. والمقادير هما عندنا هنا درت رطل ولا فايت رطل تاع كابويا غابي مبشورة، عندنا غير حبة بطاطا مبشورة، عندنا نديرو اللحم المفروم الكفتة هذيك اللي نديروها في البوراك، عندنا شوية لحم مفروم مع البصل مقطع مع شوية معدنوس، ثوم حرور، شوية جوزة الطيب، سكين جبير، الملح، ولاباغيت كيش كريمة تاع الكيش نديرو فيها كاس ونص حليب، عندنا زوج هنا ياغورت طبيعي، وعندنا البيض وشوية ثوم وشوية معدنوس. ودرك نروحو نديرو الكفتة تاعنا، اللحم المفروم تاعنا يطيب، نوريكم كيفاش نديرو له. هو معروف كاع الناس تعرف ديره، بصح معليش نديروه خفيف ونروحو للكفتة. هنا درنا شوية زيت في المقلاة، نديرو البصل تاعنا، انا درت هنا حبه ونص تاع بصل، حبه كبيره ونص كبير، انا نبغي البصل في اللحم المفروم في الكفته يجي شباب. نقلو هكا شويه البصل، ندبلوه، بعد ما دبلت البصله تاعنا درك نزيدو اللحم المفروم الكفته، كل واحد ومقدوره، اللي يبغي يكثر اللحم المفروم يكثر. قدو تاني ديروا صدر ملحي تاع الدجاج ولا الاسكالوب الداند ملحي، صح حتى باللحم المفروم تجي شابه تجي بنينه. دونك انا نفتت هاد الكفته تاعنا هنا مع البصل، ندخلها مع البصل، بعد نخلط حتى تفتت. بعد ما طابت الكفته تاعنا، اللحم المفروم تاعنا بعد ما طاب وتفتت كيما هاك، درك نزيدو له الملح. الملح ما نديروهش في الاول باش ما يطلقش الماء تاعه هو والبصل، البصل تطلق الماء واللحم ينشفونا. درك نديرو شويه حرور، نديرو شويه حرور، نديروهم عتالي باش ما ينحرقوناش، شويه ثوم، نخلطو شويه ونديرو كي نطفو، نديرو المعدنوس، نديرو حتى مع تالي باش ما ينحرقش هو تاني مع نار قاويه، ينحرق لنا ويعطينا طعم شي شباب. نطفي النار، نديرو شويه معدنوس، نحركوه ونخلوه جهه ونروحو نكملو الكغاتان تاعنا. ودرك نديرو الكابويا اللي رابيناها ولا الكوسة اللي رابيناها، كي اللي يقولها القرعة تاني جليوات. نكترو الكابويا على البطاطا خاطش هذا كغاتان تاع كابويا، اللي ما ياكلش الكابويا هاد الكغاتان ما تبلاش كاع الكابويا وياكلها. هنا درت هذا فرماج غابي، هنا درت غير حبه كبيره بطاطا، نزيدو معاهم الملح، ما نكتروش خاش درنا في الكفته، نديرو شويه معدنوس،
نديرو شوية حرور اللي هو الفلفلة كحلة، نديرو شوية ثوم، ونديرو اللحم المفروم، نديرو شوية سكين جبير. أنا نبغي نطيب سكين جبير، نخلطو ومن بعد نحضرو لاباغيت كيش اللي هي كريمة الكيش. نخلطو هكا ودرك نديرو الكريمة. الكريمة اللي فيها كاس حليب، كاس ونص حليب، درنا كاس ونص حليب، نديرو هنا زوج ياغورت طبيعي، واللي عندها كريم فخاش كريمة سائلة دير الكريمة سائلة تجي مليحة. نديرو تاني هنا شوية معدنوس، شوية ملح ما نكتروش خاش قعدنا لهم الملح، غير شوية. ندير شوية ثوم، غير شويه خاطر درنا في الكابويه والبطاطا، شويه حرور، شويه جوزة الطيب ما نكتروش غير شويه، نديرو شويه فرماج غابي نديرو هنا شويه، ونزيدو شويه تاني في الخليط، ونديرو البيض. البيض هنا عندي درت خمس حبات خاطرش صغار ماشي كبار بزاف. نخلطو نخلطه بالفوي، هكا نخرج هادو منا، ومن بعد نجيبو البلاط تاعنا. انا درت له شويه مارغارين خاطرش هاد الكغاتان ما فيهش كاع، ما فيهش اليده، ما فيهش الزيت، غير شويه هذيك الزيت اللي طيبناها مع اللحم المرحي. ندير هكا شويه زبده مارغارين، نخرج بجهه، نجيبو الكابويه تاعنا والبطاطا. اللي يبغي يديرنا شويه فرماج غابي يدير، ولا فرماج بورسيون. درك نكبو عليها داك الخليط تاعنا، نخلطو. هي البطاطا تطلق الماء، فيها سوائل بزاف، حتى الكابويه دوك كي ندخلوها في الفرن هي تاني غادي تطلق الماء، هذاك هو اللي غادي يطيب لنا الكغاتان تاعنا. هكا نصبوه في الكغاتان في البلا، نسقمو له الوجه. هكا نديرو شويه فرماج غابي من الفوق، تبغوا ديروا غرويير، تبغوا ديروا فرماج غوج، انا درت هذا فرماج غوج. وراه كاين تاني كاين فرماج لي السعر تاعه رخيص معقول، يجي تاني شباب مليح، دير الفرماج اللي بغيتي. نديرو هكا وعاود كي نخرجوه وهو سخون حامي نعاود نرشو له شويه فرماج، خاطر هذا الفرماج غادي يدوب يتخلط لنا مع الكغاتان، وندخلوه للفرن على نار متوسطه، يدي لنا حوالي واحد الساعه باش يطيب يتكغاتينا ويتجمر يجي شباب. كي نشوفو تكغاتينا نخرجوه ونقدموه،
ودوك راه عندي انا واحد بلا صغيره هي طيب، دوك نخرجه نوريه لكم كيفاش جا. هو الكغاتان تاعنا بعد ما خرجته من الفرن خليته حتى وصل لهاد الدرجه، طاب هكا شوفوا كل وحده والفرن تاعها، هي كي تشوفه طاب تقلعه. انا دالي هذا تقريبا ساعه، كي خرجته من الفرن عاود رشيته بشويه فرماج من الفوق، خاطش داك اللي درته في الاول داب وتخلي الداخل مع الكابويا. شوفوا كيفاش جا، دوك نقسم لكم مورسو تشوفوا هاد الكغاتان. صدقوني الكابويا ما ديش باينه فيه، اللي ما ياكلش الكابويا ياكلها نورمال عادي. ها هو شوفوا كيفاش جا، ها هو الكغاتان تاعنا، يجي بنين مع اللحم المفروم والفرماج شباب. جربوه، يوالم فصل الصيف، الكغاتان يتاكلوا في الصيف، وان شاء الله يعجبكم. اشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد تاعي، خطط نديرو حلويات، خطط نديرو طبخ. وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.